معانا بقى اخبار كتيره، وهنبدا بقضيه اعتقد بارزه جدا وكلنا شاهدناها، وهيبقى اول خبر معاك. الملايين شافوا اللقطه دي من خلال شاشات التلفزيون لما كنا بنتابع كلنا لحظات تتويج النادي الاهلي بالدوري رقم 42 في تاريخه. اللقطه طبعا اللي شافوها ملايين من خلال التلفزيونات، واللي شافوها ملايين اكتر من خلال اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. اللقطه اللي جمعت ما بين كابتن محمد فضل وكابتن محمود كهربا، اللي حصل كالاتي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال انه اتكلم النهارده لوسائل الاعلام بالشكل الايجابي المطلوب في حق كابتن محمد فض عضو اللجنه الخماسيه باتحاد الكره، وانه ترفع في حديثه عن تجاوز فضل في حق محمود كهربا لاعب النادي الاهلي اثناء الاحتفاليه بالتتويج. اضاف انه كان بيهدف من خلال هذا الكلام الايجابي الى اغلاق هذا الملف وعدم الاساءه لكابتن محمد فضل بطبيعه الحال بوصفه احد ابناء النادي. لكن وللاسف الشديد فوجئ باعلان كابتن محمد فضل باحد البرامج انه تقدم اليوم بشكوى للجنه الانضباط في حق محمود كهربا وطالب بتوقيع عقوبه عليه. هو اكيد لو هنتكلم هو امر شويه غريب، لان ملايين شاهدوا، يعني عارف لما طبعا. يبقى في موضوع ما فيش شهود عليه الموضوع بيبقى فيه ان، ولكن لما تبقى واقعه حصلت وملايين شافوها فبنتكلم هنا ان القصه خلاص اعتقد بتكون منتهيه. ويمكن ده اللي ترتب عليه ان طلب اللاعب التقدم بشكوى الى لجنه الانضباط للحصول على حقه من محمد فضل، وتضامن اكيد النادي مع كهربا، وهو امر منطقي جدا لو هنتكلم، خاصه انه لم يخطئ يعني. وعليه خلينا نقول اللي هتتقدم إدارة الأهلي بشكوى صباح اليوم للجنة الانضباط باتحاد الكرة، لتطالب فيها بتطبيق بقى اللوائح والقوانين بشأن التجاوز اللي صدر عن الكابتن محمد فضل في حق اللاعب الأهلي محمود كهربا اللي كان في الاحتفالية، والاستناد إلى شريط المباراة والعديد من الشهود اللي تواجدوا أثناء الواقعة. وفي ختام كمان تصريحها أكد عبد الحفيظ على أن الأهلي هيتخذ كل الإجراءات وحيذهب إلى أبعد كمان مدى للدفاع عن حقوق لاعبه المشروعة بما يتفق مع اللوائح والقوانين. هي كانت يعني لقطة، يعني هو مش المفروض قوي أن الواحد يقول رأيه، بس أضعف الإيمان أقل وصف ليها أن ما كانش ليها لازمة. يعني حتى في بعض المغرضين خلينا نسميهم حاولوا يفسدوا يعني لحظة فرحة الأهلوية كلهم بهذا التتويج، ولكن الحمد لله ما حصلش منكحوش في هذا الأمر، وأكيد هيكون في تحقيق في هذه اللقطة طبعا اللي أصبحت شهيرة خلال اليومين اللي فاتوا.